أهلا بكم في موجز الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة عمليات البحث عن مرتكبي حادث ألمانيا الإرهابي وعدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بأمن البلاد. وخلال لقائه رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين، استمع السيسي إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية الجارية ضد الإرهابيين في ليبيا، مطالبا بالتصدي لأي تهديد للبلاد سواء كان خارجي أو داخلي. هذا وتناول الاجتماع أيضا تطورات إزالة التعديات عن أراضي الدولة، فضلا عن إثارة توفير السلع والأغذية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيوارت جونز إن قادة مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون بواشنطن بعد نحو عام لمراجعة ما تم تحقيقه بشأن جهود مكافحة الإرهاب. وأكدت جونز خلال مؤتمر صحفي حول زيارة ترامب للمنطقة، أكد أن واشنطن تقوم بالتشاور المستمر مع دول الخليج لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده تستفيد من الخبرات السعودية في مجال مكافحة الإرهاب. دهمت الشرطة البريطانية اليوم حي سبرينغفيلد غاردنز بمدينة ويغن بالقرب من مانشستر، وأكدت الشرطة أنها قامت بتفتيش عقار يشتبه بأن له صلة بهجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا الأسبوع الماضي. هذا وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة قبضت على ليبيين اثنين يشتبه في علاقاتهما بالتفجير الإرهابي، مشيرة إلى أن أحدهما نجل دبلوماسي ليبي يعمل في تركيا وينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية. بدأت محكمة عسكرية في جنوب السودان اليوم محاكمة 13 جنديا متهمين باغتصاب موظفات إغاثة أجنبية وقتل صحفي محلي. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.